طيب احنا وصلنا الى فاصلين بالكفاءة، نعم الباقي فاصلين بالكفاءة. الكفاءة مساواة الزوج للزوجة في الكمال والخصة، هذا هو الكفاءة، مساواة الزوج للزوجة في الكمال والكسب، هذا شرط لصحة النكاح لو لم ترتضي المرأة ولا وليها بغير كفو، لو رضي فليس بشرط لصحته، وإلا وهو شرط لصحة النكاح. ثم يبين المصنف في أي أيام يعتبر هذه المساواة والكفاءة، وهي معتبرة في النكاح، هذه الكفاءة معتبرة في النكاح، لماذا تعتبر؟ للدفع العاري، يعني لو زوج رجل غير مساو للمرأة في هذه الأمور المعتبرة بالكفاءة يكون عيبا وعارا لهذه المرأة ولأقربائها، لذلك للدفع العاري، وهذه معتبرة. ثم ذكر لا لصحته، هذا بقيد، ذكر بعض العلماء يعني لا لصحته مطلقا، هكذا بعض قيده وبعض قيده لا لصحته دائما، يعني وهذا الحق. الكفاءة حق المرأة ووليها، فإذا إن أرضيا بغير الكفوء يصح النكاح، وإلا لا يصح النكاح، فإذا لا لصحته، هذا مفصل فيه تفصيل، في بعض الأحيان يكون شرطا لصحته، بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها، لأنها يعني الكفاءة حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها، الولي يعني لو كان في درجة واحدة أكثر من واحد، مثلا هذا إخوان للمرأة أو أعمام للمرأة، فإذا يجب إسقاط من الجميع، يعني رضا من الجميع كما سيد، لا يكفي رضا واحد منهم، بل يجب رضا جميع، من دين تسقط، وإلا لا تسقط الكفاءة، يعني بدون كفين لو زوجت لا يصح النكاح. نعم، لا يكافئ حرة أصلية عفيفة، ولا من لم يمسها الرق ولا آباءها أو إلا قرب إليها منه غيرها، يعني لا يكافئ حرة غيرها، لا يكافئ أصلية حرة أصلية غيرها، لا يكافئ عتيقة غيرها، نعم، لا يكافئ من لم يمسها الرق أو آباؤها أو إلا أقرب إليها منهم غيرها، لا غيرها يعني فاعل لا يكافئ، فإذن على غير يفرض في كل هذه النساء، يعني حرة أصلية غير حر أصلي، إذن ما يكون رقيقا أو معتقا، ثم عتيقة لا يكافئها غيرها، إذن هي ليست حرة أصلية بل هي حرة باللتق، فإذن الرقيق لا يكافئها، كذلك ولا من لا يمسها ويسلكوا أو آباءها أو الأقرب إليها منه غيرها، غيرها معناها غير مثلها، غيرها يعني غير مثلها، فإذا ينبغي أن يكون في الحرة الأصلية الزوج حر أصلي، في العتيقة على الأقل عتيق، وهذه هي الخصالات أو الكفاءة تعتبر في جانب الزوج فقط، في جانب الزوج،
يعني أما بالنسبة إلى الزوجة أو إلى المرأة لا يعتبر الكفاءة، يعني بالنسبة إلى الرجل يجوز له أن يتزوج أي امرأة نسيبة مساوية هكذا يعني عتيقة أو غير نعم أو حرة أصلية وهكذا في جانب يعني الرجل ما تعتبر هذه الكفاءة، أما في جانب المرأة لا تعتبر بسبب أن هذا يعتبر للمرأة، أما بالنسبة للرجل لا يعتبر هذا عارا لذلك. فإذا ولا من لم يمسها الرق يعني هي حرة نسلية أو آباؤها أو الأقرب إليها منهم يعني من هؤلاء الآباء لم يمسها أحد منهم، فإذا من مس أحدا منهم الرق لا يكون قهوا لهذه التي لم يمسها ولا آباءها ولا الأقرب منهم إليها الرق، نعم بأن لا يكون مثلها بذلك غير مثلها، كيف يكون الغير؟ بأن لا يكون مثلها في ذلك يعني في الحرات الأصلية في العتيقة كذا كذا، ثم ولا أثر لمس الرق في الأمهات. إذن في هذه السورة الأخيرة ذكر المصنف من لم يمسها الرق أو آباءها أو الأقرب إليها، فإذا امرأة إما كانت أمها أمة نقيض أو يعني أحد إحدى أمهاتها كانت أبت، فإذا أو لم يكن كذلك لم تكن كذلك، فهل يعتبر في جانب الرجل يعني امرأة مثلا حرة نسلية لم يمسها الرق ولا آباءها ولا الأقربين، لو كان أم هذا الرجل أمة كان أمه أمة أو جدته أمة هكذا كانت، هل يكافئ؟ نعم يكافئ، يعني في جانب أمهات مس الرق غير مؤثر ولا عفيفة أو سنية غيرهما، يعني لا يكافئ عفيفة غير عفيفة، ينبغي أن يكون هو أيضا عفيفا ولا سنية غيرها، عفيفة يعني ليست بزانية، فالزاني لا يكافئ العفيفة وسنية غيرها، يعني المبتدع لا يكافئ سنية، هذا غيرهما من فاسق ومبتدع. فإذا هذا هنا معنى الإفة العدالة، المرأة عدل فيزوجها فاسقا لو زوجها وليها رجلا فاسقا بدون رضاها فلا يصح النكاح، نعم من فاسق ومبتدع، فالفاسق كفو لفاسقة، فإذا هي فاسقة تزوجها فاسقة فلا بد كلاهما أي إن استويا فسقهما، متى يكون هذا؟ إن استويا فسقهما، فإذا لو لم يستوي فسقهما لا يكون كفوا، كيف هذا الاستواء نوعا وقدرا، فإذا هو صار فاسقا بالزنا وهي فاسقة بترك الصلاة، فإذا لا يكون الرجل كفوا، لماذا؟ اختلف نوع الفسق، فإذا كلاهما تاركان للصلاة، فإذا هو كفو تارك الصلاة كفو لتاركة الصلاة هكذا، مبتدئ كفو للمبتدئة أيضا ذكر في التفاح، ويجري ذلك في مبتدع ومبتدعة متى إن استوى بدعتهما نوعا وقدرا، إن استوى بدعتهما نوعا وقدرا، إذا أنا امرأة معتزلية رجل خارجي من الخوارج لا يكون هو هكذا، نعم المرأة من المشبهة من المجسمة من المشبهة المبتدئة، فلو كان الرجل منهم يكافئ وإلا لا يكافئ هكذا، نعم
ثم ولا نسيبة من عربية وقرشية وعشمية أو مغتربية غيرها. فإذا السنية لا تتزوج لوهابي لتبليغي لإخواني وهكذا. كثير من المبتدعات في زماننا لا تزوج سنية لأحد منهم. لو زوجت بدون رضاهما يعني لا يصح النكاح. لو رضيت يعني امرأة بمبتدعة بسبب جهلها ينبغي أن يعني تعتاء الوعي، يعني تفخم الأمومة، نعم هكذا حتى تتأخر عن هذا، ثم وإلا هي لن تبتدع. ولا نسيبة، نسيبة من عربية وقرشية وهاشمية ومغتربية غيرها. فإذا الأول يعني باعتبار الحر والرق، والثاني أمر في الدين، عفيفة سنية، عفيفة العفة في الأعمال والسنية في الاعتقاد. فإذا ينبغي أن يكون المساواة في أمور الدين هذا وفي خصال الدين عملا واعتقادا. الثالث يعني في النسبة من عربية، فإذا رجل عجمي ليس أخوا لعربية، كذلك قرشية غير قرشية من العرب ليس كفوا لها، وكذلك هاشمية أو مطلبية، هناك عبر أو، لذلك هاشمية مطلبية يتكافأ بعضهم بعضا. أما من قرشية غير هاشمية والمطلبية ليس كفوا لهاشمية أو مطلبية هكذا غيرها، يعني لا يكافئ عربية أبا غيرها من العجم وإن كانت أمه عربية. هذا لا يعتبر الأمر في الأم، نعم ممكن على الرجل أمه عربية هذا لا يعتبر، ولا قرشية غيرها يعني لا يكافئ قرشية غيرها غير قرشية من بقية العرب، ولا هاشمية أو مطلبية غيرهما من بقية قريش هكذا. إذن لما يتكافر هاشمي ومطلبي التكافؤ بينهما موجود، لماذا؟ يذكر المصنف بعده علته وصح. نحن وبنو المطلب شيء واحد وهما متكافئان، يعني لهذا الحديث صح، يعني صح حديث ما هو نحن وبنو المطلب شيء واحد وهما متكافئان. لكن هنا تفسير آخر ذكره بالطبع، نعم أولاد فاطمة رضي الله عنهم عنها منهم لا يكافئهم غيرهم من بقية بني هاشم هكذا، ولا يكافئ من أسلم بنفسه لمن لها أب أو أكثر بالإسلام، لا يكافئ من أسلم بنفسه لمن لها أب واحد أو أكثر في الإسلام. فكذلك ومن له أبوان لمن له ثلاثة آباء فيه على ما صرح به. هنا ذكر يعني من له من لها أب أو أكثر، كذلك من لها ثلاثة آباء لا يكافئها من له أبوان فقط في الإسلام، يعني هذا رجل مسلم أبوه مسلم أبوه هو الذي أسلم، أما أبوه فلم يسلم، لكن في جانب المرأة لها ثلاثة أبواب آباء في الإسلام. فإذن ذكر هنا مسألة يعني ثلاثة أبوان وآباء ثلاثة، إذن لو كان له ثلاثة آباء ولها أربعة آباء هل يكافئه؟ نعم يكافئ، وهذا يعتبر إلى اثنين وثلاثة فقط وبعده لا يعتبر هكذا. هل يكافئ من له ثلاثة آباء بالإسلام لمن لها أربعة آباء فيه؟ الله نعم. ثم ومن له أبوان، وهذه المسألة يعني تقتضي أن الصحابي لا يكافئ بنت يعني تابعي، الصحابي الذي أسلم لا يكافئه، صحابي أسلم بنفسه لا يكافئه بنت صحابي كذلك بنت تابعي. البنت يعني أولدت
وهكذا يطلع. ذكره هنا في التحفة. وما لازم عليه من النسابية ليست وقوع بنت تابعي صحيح لا زلل فيه، لا محذور فيه. لماذا؟ لما يأتي أن بعض الخصال لا يقابل ببعض، سيأتي يعني هناك ذكرنا خصال تعتبر بالرجل لأجل الكفاءة، هل يقابل بعضها ببعض؟ مثلا هي عربية لكن ليست بعفيفة، هو عجمي هو عفيف، فإذا هل تقابل هذان؟ لا تقابل. فإذا يعني فيه فضل آخر لكن ليس فيه هذا الفضل. الصحابي هو الذي أسلم بنفسه ولم يسلم أبوه، يعني لم يسبق له أب بالإسلام، له لا يوجد هذا الفضل الذي يوجد في بنت التابعي. نعم، يوجد في الرجل فضل آخر أفضل منه. نعم، هذا أمر يعني الكفاءة هكذا. نعم، ثم لكن حق ذكرنا يعني هذا شرط لصحة، حتى لو لم يكن لها ولوليها رضا، لم يرضى ولي المرأة ولا المرأة بغير الكفه فلا يصح النكاح، لو رضي فلا بأس. هذا سبق أن بينا يعني لها ولوليها إسقاطها. إذا بعد الإسقاط لا يكون كراهة، لا يبقى كراهة، بل هذا جائز، إسقاط جائز. فإذا هناك هكذا يقتضي الحكم، لكن وهناك هذا التابعي وكذلك بنته أيضا يرغبان في الصحابي، يسقطان هذا الحق ويختاران ذاك الفضل، فضل الصحبة فلا حرج. نعم، لكن حق القاضي أبو الطيب وغيره فيه وجه أنهما كفان، واختاره الرؤياني وجزم به صاحب العباب أحمد المزجد رحمه الله. نعم، أنهما كفان. من؟ من أني أسلم من نفسه لمن لها أب أو أكثر. نعم، كذلك من له أبوان عليها ثلاثة آباء بالإسلام. نعم، ثم ولا سليمة من حرف دنيئة ومن عيب، عيب نكاح كجنون وجذام مستحكم وبرص غير، يعني غير سليمة، غير سليم، ليس كفوا ولا سليمة، لا يكافئ سليمة حالة العقد، هي سليمة حالة العقد مما من عيب مثبت لخيار نكاح، عيب عيب مثبت لخيار نكاح، لجاهل لجاهل به حالته، لمن يثبت الخيار؟ لجاهل. إذن لا يثبت لعالم بل يثبت الخيار لجاهل به بهذا العيب، متى كان جاهلا؟ حالته حالة النكاح، يعني حالة النكاح كان جاهلا بهذا العيب، لذلك أثبت له الخيار في فسخ النكاح، ومن هذا العيب المرأة سالمة سليمة. ثم ما هو مثال هذا العيب؟ كجنون، فإذا هي ليست مجنونة ولو منقطعا ومتقطعا، ولو متقطعا وإن قل، نعم وإن قل الجنون، مثلا يعني يوم واحد في السنة هكذا، وهو مرض يزول به الشعور من القلب. ما هو الجنون؟ جنون يعني مرض يزول به الشعور، شعور يعني إدراك، إدراك الأمور من القلب. لماذا قال الشعور من القلب؟ لأنه يبقى معه القوة والحركة في الأعضاء. هذا المجنون يقوم ويمشي ويفر ويفعل كل أمر، لكن هو يفقد الشعور من قلبه فقط، بخلاف النائم أو المسروع أو المغشي عليه، كل هذا يختلف. فهذا هو الجذام،
ثم يعني مرض آخر يثبت به خيار فصل النكاح جذام، ثم هو قيد مستحكم، لو كان مستحكم يعني هذا مثبت محكم يعني ثابت راسخ، وهو يعني الجذام المستحكم ما هو الراسخ ما هو؟ هو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع يعني يتناثر يعني اللحم يتساقط قطعة قطعة، وهذا هو الجذام المستحكم. ثم برص مستحكم، ما هو البرص المستحكم؟ وهو بياض شديد يذهب دموية الجلد وإن قل، فإذا لا يكون بالجلد دموية، يذهب به دموية الجلد وإن قل الجذام والبرص ولو كان قليلا. وعلامة الاستحكام في الأول اسوداد العضو، لذلك ذاك التفسير يعني وهو علة يعمر منها العضو ثم يزود ثم يتقطع، وهذا تفسير للجذام المستحكم ليس للجذام فقط. نعم، لماذا ذكر في التفسير قوله ثم يسود؟ على الاسوداد من علامة الاستحكام اسوداد العضو. وفي الثاني عدم احمراره عند عسره يذهب دموية الجلد، يعني لو عسر الجلد لا يحمر أو إلا يحمر، يعني رجل لو لم يصب البرص برص بل هو سليم من البرص، لو عسر جلده يحمر. ثم هذا الاستحكام ليس قيدا، مصنف ذكر جذام مستحكم وبرص مستحكم، فإذا لو لم يكن مستحكما أليس يجوز بسخ النكاح؟ هل يجوز بسخ النكاح أو لا يجوز؟ نعم يجوز بسخ النكاح. واشتراط الإحكام فيه استحكام فيهما ضعيف، والمعتمد أنه لا يشترط فيهما استحكاما، بل يكفي حكم أهل الخبرة بأنه جذام أو برص. هكذا ذكر الإمام الرملي الزيادي و أيش إبراهيم اللي نقل عنه جيد منا، فإذا هذا الاستحكام ليس قيدا، بل يعني أولا إحمر العضو لم يسود قبل الاسوداد، ذكر أهل الخبرة بهذا المرض أنه جذام هذا يكفي، أو برس يعني إبي الله جلد واحد لم يذهب دموية الجلد بل إبي الله فقط، فإذا أهل الخبرة قالوا أن هذا برص يكفي هذا. نعم، فإذا من مثل هذا هي سليمة، لا يكافئها غير، من هو الغير؟ ممن به عيب منها، إما هو أجزم أو أبرص والعياذ بالله، أو يعني فيه جنون شيء من الجنة هكذا. نعم، ممن به عيب منها، لأن النفس تعافو صحبة من به ذلك. لماذا لا يكافئ؟ لأن النفس يعني كل نفس يعافو يعني يكره، تعافو تكره تنفر صحبة من به ذلك، فإذا ذكر يعني سليمة لا يكافئها غير يعني غير السليم، فإذا لو كان فيها نفس العيب هي جزماء هو جزم، أو هي برصاء هو برص، أو هي مجنونة هو أيضا مجنون، هل يتكافئان كما ذكرنا في الفاسق والفاسقة والمبتدي والمبتدعة إذا تساويا في الفسق والبدعة نوعا وقدرا؟ ليس كذلك المسألة هنا، وهنا مسألة يعني لو كان بها عيب من هذه الثلاثة فلا يكافئها من به نفس العيب، وان اتفقا قدرا نيلا مكانا نيلا، هذا الذي يذكر بعده، ولو كان بها عيب نيلا يعني به عيب كذلك بها عيب فلا كفاءتا، هذا محترز محترز من معنى مفهوم مما سبق، يعني سليمة لا يكافئها غيرها، فإذا المعيبة هل يكافئها معيب؟ لا يكافئها معيب ايضا، هذا الذي قال ولو كان بها عيب ايضا فلا كفاءة، وان اتفقا
يعني عيبان متفقان بها جنة به أيضا جنة هي مجنونة وهو مجنون لا يكافئها وإن اتفقا أو كان ما بها أقبحا كلاهما متفقان أو كان ما بها أقبح نعم لا يكافئها لماذا؟ لنفس الذي النفس تعاب صحبة من به ذلك يعني فإذا هي أيضا معيبة نعم هي لا تعاف من نفسها بل تعاف من غيرها ما لا يعاف من نفسه يعاف من غيره لأجل ذلك ليس عني فإذا هذه المرأة المعيبة كيف تتزوج يعني لا يكافئها أحد فإذا إما يتزوجها سليما أو أن هي ترتضي بالمعيب ثم تتزوج أما العيوب التي لا تثبت الخيار هذا معترض قوله سليمة من عيب مثبت لخيار فإذا العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر كالعمى والبله والزمن وكونها مفلاتا او عقيما او عديوطا اي تتغوط عند الجماع وقطع الطرف وتشوه الصوره خلافا لجميع المتقدمين فاذا مثل هذه العيوب لا تؤثر مثلا اعمى هي ليس بها اعمى هو اعمى او يكافئها او هي يعني عاقله وهو ابله في عقله بله ثم أو زمن يعني هو زمن هذا كبر السن وكونها مفلات كذلك كونها عقيما هي لا تلد هي مزالة البكارة كونها مفلات أو إديوت يعني إديوت معناه هو يتغبط عند الجماع يخرج يعني غايت ثم وكذلك قطع الطرف طرف العضو يعني هو مقطوع اليد او مقطوع الرجل هكذا ثم وتشوه الصورة هو قبيح الصورة تشوه القبح ليس بجميل خلافا لجميع المتقدمين في الكل يعني هم قالوا كل هذا هذا لا تثبت الخيار بل يعني لا يكافئ يعني هناك هذا يؤثر خلافا لجميع معناه لا تؤثر خلافا لجمع المتقدمين فإذا عند جمع المتقدمين كل هذا يؤثر في الكفاءة كل هذا يؤثر في الكفاءة نعم يا شيخنا نحن تركنا بعض السطور ولا سليمة من حرف دنيئة ما قرأنا هذا شكرا ولا سليمة من حرف دنيئة ثم بعده من عيب مثبت للخيار نعم ولا سليمة يعني لا يكافئ سليمة من حرف دنيئة غير يعني غير سليمة لو كان الرجل صاحب حرفة دنيئة وهي سليمة فلا يكافئها ثم هذا سليمة من حرف دنيئة من هي الحرف الدنيئة هذا الذي يذكر وهي يعني الحرف الدنيئة ما دلت ملابسته على انحطاط المروة هذه الحرفة تدل على يعني هذا العمل يدل ملابسته ملابسة الرجل به على انحطاط المروة فإذا الناس يعتبرونه قليل المروة غيرها يعني غير السليمة فلا يكافئ من هو أو أبوه حجام أو كناس أو راعي بنت خياط فإذا هنا ذكر فلا يكافئ من هو أو أبوه فإذا هذا الحرفة الدنيئة تعتبر بالعباء أيضا يعني هو لا يعمل بهذا العمل لم يستغل به بل كان أبوه على أبوين على فإذا جده أو جد جده هكذا كان أحد أجداده يشتغل يلابس بهذه الحرفة الدينية كان حجاما
الجامع يعني حالة الهجام الطوم من أعمال يعني الهلاقة على حالة الجامع، أو كالناس في كنيسة البيوت نقرأها نقل في البديل مي أنا ليش برام لسي ولو لمسجد، لكن الناس يعني كنيسة المسجد هو إلا ليست هو أو راعي يعني راعي الإبل والبقر هكذا، ونحوهم حارس وبيطار ودبار وحائك، كل هذا كل هؤلاء من أمثالهم، أمثال الهجان الكناس الرائع، ثم حارس أو بيطار دبار حائك، الظاهر أن هؤلاء أخفاء بعضهم لبعض النار. بنت خياط، إذا الخياطة يعني أرفع من هذه الحرفة، ولا هو يعني لا يكافئ الخياط بنت تاجر، إذا تجارة عدوا منها الخياطة عدوا منها على يعني الهجامة أو الكنس أو الرعية هكذا، وهو من هو تاجر من يجلب البضائع من غير تقييد بجنس. لماذا فسر التاجر بأجل قوله فيما بعد أو بزاز، يعني ولا هو بنت تاجر أو بزاز، ما الفرق بين التاجر والبزاز؟ البزاز يعني هو الذي يبيع البزاء، يعني يجلب البزاء ثم يبيع، أما التاجر هو عام وهذا خاص. ولا هما يعني التاجر وكذلك البزاز لا يكافئ يعني بنت عالم أو قاضي عدل، عالم عدل قاضي عدل، فإذا هذا العلم أو القضاء أعلى من كل عام حرفة. ثم قال الرياني رحمه الله وصوبه الأذرعي لا يكافئ عالما جاهل، لو كانت هي عالمة فالجاهل ليس كفوا لها خلافا للروضة. ثم هل يعتبر المال يعني الطول واليسار؟ لا يعتبر، لا يؤثر في الكفاءة، هذا الذي يذكر بعده، والصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة لأن المال للزائر ولا يفتخر به أهل المروات والبصائر، لذلك لو كانت موسرة غنية يكافئها معسر فقير. نعم بعد ذلك يعني ما قرأنا سابقا ولا سليمة حالة لقديم نائب مسلط للخيار يعني كاهن لجاهل به حالته كجنون ولو متقطعا وإن قلع، وهو مرض يزول به الشعور من قلب من القلب وجذام مستحكم، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع، وبرص مستحكم وهو بياض شديد يذهب دموية الجلد وإن قلع، وعلامة الاستحكام في الأول اسمداد العضو وفي الثاني نعدم احمرانه عند عسره غير في المتن على غير فاعل، يعني لا يكافئ، لا يكافئ سليمة من عيب، سليمة لا يكافئ غير، يعني لا يكافئ حرة غيرها، لا يكافئ حبيبة غيرها، لا يكافئ نسيبة غيرها، لا يكافئ سليمة من عرق دنيئة غيرها، ومن عيب نكاح كجنون وجذام ومستحكم وبرس غيرها، في المتن هذا غير يرجع الى الكل، يعني من به عيب منها لان النفس تعاب صحبة من به ذلك، ولو كان بها عيب ايضا فلا كفاءة وان اتفق او كان ما بها قبعه، والعيوب التي لا تثبت الخيار ولا تؤثر كالعمى والبله والزمن، ثم وكونها مفضاة أو عقيما أو إذيوتا أي تتغوط عند الجماع وقطع طرفه وتشوه الصورة خلافا لجميع المتقدمين، هذا فصلتها وشرحتها ثم تتمة. ومن عيوب النكاح رتق وقرن، يعني ذكر هناك ثلاثة من العيوب، عيوب النكاح يذكر معه هذا، يعني عيبان آخران من عيوب النكاح معناه هي تثبت الخيار في فسخ النكاح. نعم رتق، ما معنى رتق؟ كونها رتق معناه رتق انسداد محل الجماع باللحم، انسد محل الجماع
يتعذر دماغه بسبب انسداد محله باللحم. قالوا لهذه المرأة ارتقى. ثم قرن هو أيضا انسداد محل الدماء، لكن هو بعلم. لو كان انسداد محل الدماء بعلم فهو قرن فيها في المرأة. ثم على الرتق والقرن في المرأة، في مقابله في الرجل أيضا عيب. ما هما؟ وجب وعنة فيه، هذا من عيوب النكاح. يعني لو وجدها رتقاء أو قرناء يجوز له فسخ النكاح، كذلك لو وجدته مجبوبا أو عنينا يجوز لها فسخ النكاح بشروط الفصل. جب معناه قطع الذكر كله أو بعضه، لو كان المقطوع بعضا فالباقي أقل من قدر الحشوة، هذا هو المجبوب. أما هناك ممسوح، يعني هذا ممسوح، هو ممسوح يعني استئصال الذكر والأنثيين جميعا، هذا هو الممسوح. في الممسوح لا يتصور والجماع، أما في المجبوب يتصور والجماع في الجملة، لكن يتعذر. عنة ما هو؟ على يعني عدم استطاعته للجماع بسبب ضعف في حالته، يعني لا تنتشر حالته ولا تقوم، لذلك لا يستطيع. جب وعنة فيه، فلكل من الزوجين الخيار فورا في فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكورة في الآخر. فسخ النكاح جائز بما وجد، يعني بسبب عيب، بسبب عيب وجد من العيوب المذكورة في الآخر، بشرط أن يكون بحضور الحاكم، هذا شرط لفسخ النكاح، يعني لصحة الفسخ ينبغي أن يكون بحضرة الحاكم، بحضرة الحاكم أو المحكم بشروطه فقط، وليس منها استحالة. وبخر وصنان وقروح سيالة وضيق منفذ وبخور، ويجوز لكل من الزوجين، وليس من يعني وليس من العيوب المثبتة للخيار في فصل النكاح استحالة، يعني لو وجدها مستحالة لا يجوز له. وكذلك باخر، باخر هو نتن الفم، الرائحة الكريهة للفم باخر، وقالوا له أبخر، هي بخراء. نعم. ثم سنان، سنان هو نتن الإبط، الإبط تخرج منها رائحة كريهة، يقال له لها سنان. وقروح سيالة، يعني يسيل القيح والدم والماء وهكذا من قروح سيالة. وضيق منفذ، ضيق المنفذ يعني لم يصل إلى حالة الرتق والقرن، الرتق والقرن كلاهما عيبان، وهذا مجرد ضيق منفذ لا يتعذر الجماع بل يتعسر الجماع فقط. فإذا هذه فقط عيوب لفصل النكاح. فإذا في زماننا بعض الأمراض، مثلا هذا مرض الإيدز، وكذلك هذه الأوبئة، الفيروسات، وجود هذه الأمراض لا يبيح فسخ النكاح. ثم ويجوز لكل من الزوجين خيار بخلف شرط وقع في العقد لا قبله، كان شرط في أحد الزوجين حرية، والذي سبق يعني فسخ النكاح بسبب عيب، فهذا فسخ النكاح بسبب تخلف شرط مشروط في العقد، يعني شريط شرط في العقد تخلف هذا الشرط، يجوز الفصل، يثبت الخيار، هذا نوع آخر من الخيار. ويجوز لكل من الزوجين خيار بخلف شرط وقع في العقد، ينبغي أن يكون الشرط واقعا في العقد، لو كان واقعا قبل العقد من الاتفاق بين الفريقين، ثم لو تخلف هذا الشرط الذي اتفقوا عليه قبل العقد، لا يجوز لهم الخيار، لا يثبت لهم الخيار ولا يجوز لهم الفصل. كأن شرط في أحد الزوجين حرية أو نسب أو جمال أو يسار أو بكارة، أي شيء كان مما يقتضي النكاح،
نعم، شوف، تبي أحد الزوجين حرية، أو أن نسب أو جمال أو يسار أو بكارة أو شباب أو سلامة من عيوب. هذا عيوب يعني غير عيوب النكاح. لو كان من عيوب النكاح فلا حاجة إلى الشرط في صلب العقد كما سبق. نعم، مثال هذا الشرط في العقد: تزوجتك بشرط أنها بكرًا، أنها بكر أو حرة، بشرط أنها بكر أو بشرط أنها حرة مثلا، أو يعني بشرط أنها جميلة، أو بشرط أنها نسيبة، هكذا، أو بشرط أنها شابة، هكذا مثلا. فإن بان على أدنى مما شرط فله فسق. فإن بان، يعني بان المشروط أدنى حالا مما شرط، يعني من حالة شرطه، هكذا ظهر فله فسق. قالوا بلا قاضي يجوز له هنا، يعني في عيوب النكاح ذكرنا بحضرة القاضي، أما في تخلف هذه الشروط لا حاجة إلى القاضي، بل بدون قاضي يجوز. هذا الفرق بين القسمين، وهنا الفسق والخيار بسبب تخلف شرط، عندئذ لا حاجة إلى الحاكم. ثم ولو شرطت بكارة فوجدت ثيبا ودعت ذهابها عنده فأنكرها، يعني شرطت هكذا البكارة في العقد، يعني كما ذكر زوجتك على أنها أو بشرط أنها بكر، ثم بعد ذلك بعد النكاح وجدت مفلاتا مزالة البكارة، ادعت ذهابها عنده، يعني هي تدعي أنه أن الزوج هو الذي أزال بكارتها، فأنكر، يعني هو ينكر، صدقت بيمينها لدفع الفسخ، أو افتضاله، أو ادعت افتضاله لها، الزوجة افتضل لها، هكذا هي تدعي. هذا في المعنى واحد، ادعت ذهابها عنده، معناه بعد النكاح ذهبت، هذا هو سواء افتل لها او لم يفتل لها، يعني وقت النكاح كانت بكرا، ثم بعد ذلك ممكن هي سقطت او اصابتها عفت هكذا، فاذا الدعوه الاول عام وهذا الثاني خاص، هي ادعت افتل له لها فانكر، فالقول قولها هناك بيمينها لدفع الفسق ايضا، لكن يصدق هو بيمينه للتشتير المهر، للتشتير المهر يعني. فإذا هنا لا ينفسخ النكاح. نعم، فإذا هنا يثبت يعني نصف المهر فقط، يعني في هذه الحالة هو طلقها، فهل يجب عليه تمام المهر بسبب تصديق قولها هي التي ادعت أنه افتضل لها أزال بكارتها؟ فإذا لو افتضل لها هناك تحقق الجماع، لو تحقق الجماع يجب تمام المهر، لكن هنا يشطر المهر، لا يجب تمام المهر إن طلق قبل الدخول، نعم، ويصدق بها. ثم ولا يقابل بعضها ببعض، نعم، ذكر هكذا يعني خصال الكفاءة، ثم هل يقابل بعضها ببعض؟ لا يقابل بعضها، أي بعض خصال الكفاءة ببعض من تلك الخصال، فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي. فإذا هي حرة رقيق لا يكافئها، لكن هي عجمية هذا عيب فيها، هو عربي يعني، وهذا فضل فيه، هل يقابل؟ لا يقابل. فلا حرة فاسقة بعبد عفيف. قال المتولي رحمه الله: وليس من الحرف الدنيئة خبازة، خبازة يعني طبخ الخبز، يعني هو يطبخ، هذا ليس من الحرف الدنيئة. ولو اضطرد عرف بلد بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التي نصوا عليها لم يعتبر، يعني سبق أن بينا بعض الحرف هي دنيئة في الشرع، نص العلماء على دناءتها، لكن عند قوم هذا ليس بدنيء، مثلا هذا الهجامة في هذا الزمان انتشرت الهجامة حرفة لبعض الأطباء، وهذا الطبيب الذي يلامس حرفة الهجامة
لا يعتبر من بين الناس قليل المروءة، فهكذا هذا لا يعتبر. نعم هذا في الحرف المنصوص عليها، لكن يعني حرف غير منصوص عليها يرجع فيه إلى حالة بلدها، هذا الذي يذكر بعده، ويعتبر حير عرف بلدها فيما لم ينسوا فيه، يعني فيما سبق قال في الحرف في تفضيل بعض الحرف الدنيئة التي نسوا عليها، ويعتبر حرف بلدها فيما لم ينسوا فيه، وليس للأبي تزويد ابنه الصغير عمدا لأنه موهوم عن الدين. نعم. عرف بلدها، بلدها معناه التوطن والإقامة، يعني بلد توطنها، هي توطنت في ذلك البلد، يعني الحرفة حالتها تختلف باختلاف البلاد. نعم. فإذا في هذه الحرف المنصوص عليها هي دنيئة، ما هما كان اعتبار الناس بها، أما غير هذه الحرف يرجع فيها إلى عرف بلد هذه المرأة. ثم مسألة أخرى، وليس للأبي تزويج ابنه الصغير مثلا لأنه مأمون عن الدين، يعني سيأتي ثلاثة شروط لجواز تزوج الأمة، من بين هذه الشروط هذا خوف الزنا، إذا صغير يعني لا يخاف عليه الزنا. ثم ويزوجها بغير كفو ولي لا قاض برضا كل، ويزوجها بغير كفو، من يزوج ولي بنسب، يعني ولي عام، ولي بنسب أولا، يعني ليس الولي المجبر فقط بل غير مجبر أيضا، لا قاض، لا يزوج القاضي، القاضي يزوج للكفو فقط برضا كل، لكن الولي يزوج برضا كل منها ومن وليها أو أوليائها المستوين الكاملين. كل معناه من المرأة برضا وليها أيضا أو أوليائها، يعني لو كان لها أكثر من ولي واحد بسبب استوائهم بدرجة الولاية، فإذا يجب برضا كل هؤلاء. لماذا؟ وهذا بسبب الدفع العاري، العار يصيبهم جميعا. نعم الكاملين لزوال المانع برضاهم، أما القاضي فلا يصح تزويجها لغير كفو وإن رضيت به على المعتمد، إن كان لها ولي غائب أو مفقود، لو كان لها ولي غائب أو مفقود لا يزوج. لماذا؟ لأنه كالنائب عنه، فإذا القاضي هنا كالنائب عن هذا الولي، فلا يترك الحل له، ينبغي أن لا يترك الحل له، يعني لهذا الولي الموجود. يعني فلا يترك الحل له، ما معناه؟ يعني لا يعتبر أن الولي الغائب أو المفقود ترك الحل، لا يعتبر أو لا يفرض أنه ترك الحل، لأجل ذلك يجب على القاضي تزويجها لكفو. فإذا لو لم تجد كفوا ماذا يفعل القاضي؟ الولي قاضي، هو ما وجد كفوا لهذه المرأة. هكذا في بعض الأحيان يتعذر تزويج القاضي لكفو، في هذه الحالات هل من رخصة؟ يعني هذا الذي يذكر بعده، وباحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفوا وخافت الفتنة، وخافت الفتنة يعني خافت الأنة والزنا، لزم القاضي إجابتها للضرورة، يعني عندئذ يزوجها القاضي من غير كفو. نعم ليس فيه خلاف، هكذا باحث بعد، لزم القاضي إجابتها قولا واحدا للضرورة، هكذا قال. ثم قال شيخنا، وهو متجه مدركا، أما من ليس لها ولي أصلا، هذا يعني محترز قوله، إن كان لها ولي غائب أو مفقود، فإذا هذه امرأة ليس لها ولي أصلا، فيزوجها القاضي لغير كفو بطلبها التزويج منه، فتزويجها القاضي لغير كفو بطلبها التزويج منه
صحيح على المختار خلاف للشيخين، يعني ليس لها ولي نصلة من نسب ولا ولاء، لذلك الولاية للقاضي ليس نيابة عن أحد، بل هكذا. وإذا بالمسألة السابقة، إن كان لها ولي غائب أو مفقود، هناك ممكن أن يكون ولي أبعد منه فلا يزوجها إلا بعد، بل يزوجها القاضي، عندئذ لا يزوجها إلا لكفر، وهنا يزوج لكفر ولغير كفر، لكن بطلبها التزويج يعني برضاها. فرع، لو زوجت من غير كفر بالإجبار أو بالإذن المطلق يعني التقييد بكفر أو بغيره، لم يصح التزويج لعدم رضاها به، فإن أذنت بتزويجها بمن ظنته كفوا فبان خلافه صح النكاح. نعم، ثم يذكر هنا صورة الإذن. لو زوجت امرأة من غير كفوا، كيف زوجت بالإجبار؟ يعني وليها المجبر زوجها، هذا معنى بالإجبار، زوجها المجبر وليها المجبر زوجها لغير كفوا، أو بالإذن المطلق زوجت بالإذن، فهذا الإذن كان مطلقا عن التقييد بكفر أو بغير كفر، هي أذنت فقط لم يتعرض لهذا القيد، تقييد بكفر أو بغير كفر، لم يكن به شيء من القيد، لم يصح التزويج لعدم رضاها به، به معناه بغير الكفر، هي لا ترتضي. فإن أذنت بتزويجها بمن ظنته كفوا، هكذا هي ظنت أنه كفوا لا، هكذا أذنت، فبان خلافه صح النكاح، ولا خيار لها لتقصيرها. نكاح صحيح، هل لها خيار؟ ليس لها خيار، لماذا؟ لتقصيرها بترك البحث، هي تركت البحث، لذلك ليس لها خيار. ثم نعم، لها خيار إن بان معيبا أو رقيقا وهي حرة، هكذا ليس لها خيار، لكن إلا في هاتين الحالتين، هناك استثناء واستدراك، هذا الذي قال نعم لها خيار إن بان معيبا، يعني هي ظنت أولا أنه ليس بمعيب، بعيب يعني بعيوب النكاح، ثم بان هو معيبا، أو يعني هي ظنت أنه حر، لكن بعد النكاح بان أنه رقيق، عندئذ يكون لها خيار. تتم